هذا خالد نزار واش يقول؟ توقيف المسار الانتخابي. واش يقول؟ تدخل الشاذلي خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 1991 مصرحا أنه مستعد للتعايش مع الفيس. هذه شهادة قالها خالد نزار أو المطارد، وكان المسؤول نتاعك وانت مشيت معاهم في الخط وما قلت لهمش لا، وما تكلمش لا على بن باديس ولا على أول نوفمبر. وأثارت نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 26 ديسمبر ارتباك وإحباط للرأي العام، بالإضافة إلى قلق البلدان المغاربية. المغاربيةكم نحيتوها، والأوروبية وخاصة فرنسا. سبحان الله العلي العظيم. معنى ذلك أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ فرنسا كانت من وراء إيقافها. أعطتكم الأمر. اليوم علاش ما تبدلاش؟ هاو عندك الآن يوم الجمعة هذه. يوم الجمعة هذه يصادف الذكرى 20 لاغتيال الشاب النابه النجيب الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون من الشهداء، الله يرحمه برحمته، عبد القادر حشاني. مات وهو في شرخ الشباب، قتل وهو في شرخ الشباب. أبو لمية اللي قتله شهد وقال مشي أنا اللي قتلته. قال أنا أعطاني التوفيق أمر باش نقتله. علاه ما تفتحوش الملف هذا؟ التوفيق كي دلنا لك أنت يا قايد صالح، حبينا حيوك. ولا واحد فيهم وجده لهم التهمة تاع 92، ولا واحد من المرشحين هذ الخمسة تكلم على 92، ولا تكلم على المخلفات نتاعها، ولا على الآثار نتاعها، ولا على القيادات نتاع الجبهة الإسلامية للإنقاذ وإطاراتها الممنوعين من حقوقهم السياسية والمدنية 20 سنة. هذا هو الآن، مات وعمره رحمه الله 43 سنة، مات في شرخ الشباب في سن العطاء بغير حق. انتقام، قتلتوه، ولكنهم أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم يرزقون. يا واحد المجرمين، يا واحد المجرمين. قضية 92 ولا واحد يتكلم فيها، لا إعلامي يثيرها ولا سياسي مرشح يثيرها ولا حتى هذه السلطة الفعلية تثيرها ولا الأحزاب السياسية. وأنا نقول لكم بكل صراحة وبكل وضوح، هذه القضية ما لم تعالج سوف يتوارثها جيل بعد جيل حتى تعالج القضية وتعطى الأمور في مقامها. احنا لما نتكلموا لماذا؟ هذا يقول حتى هو في المسيرة يقول ردا على هذا، تم إنشاء اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائر التي ترأسها المرحوم عبد القادر عبد الحق بن حمودة، ثم كانت بداية المسيرات التي دعا إليها أولا الأفافاس والتي شجعناها، هو اللي شجعه من خلال توجيه نداء إلى المجتمع المدني والمجاهدين والأحزاب الديمقراطية إلى آخره. هذا 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 كلام تعرف، رغم انه يشهد هو بذاته. هذا خالد نزار ماذا يقول؟ اسمع مليح واش يقول. نعم احنا ما ننساوش حقنا، ما دام رانا هذه مش ملف قال طويل، ما دام الناس تاعو احياء على قيد الحياه لا يطوى، حتى لو كان تقتلونا ولا تسجنونا ولا ديروا واش ديروا ولا نموتوا حتى في انوفنا سوف ياتي، لان هذه قضيه متعلقه بالشعب. احنا الان اولادنا كبروا وتزوجوا وجابوا أولاد وعندهم أحفاد ويتوارثها جيل بعد جيل، إذا لم تعالج هذه القضية ستتوارثها الأجيال.